مسج دي من سماح بتقول حلمت اني باكل كبده نيه متقطعه شرايح ولونها احمر وباكل وانا قرفانه جدا لدرجه اني صحيت من الحلم على اذان الفجر وكنت قرفانه عايزه ارجع عفوا يا جماعه احنا طيب اسفين. ماشي. طعم الكبده، هي متزوجه وعندها ولد وبنت صغيرين وانا مريضه جدا، وقبل الحلم ده بيومين حلمت ان السماء قريبه مني وعليها مكتوب لا اله الا الله واتنين بيتخانقوا قطعوا خروف ابيض. ايه ما علينا، يعني بص هقولك على مش واضح حاجه. قوي بقيه هو الحلم. واضح ان اولا اكل الكبد في المنام معناه شفاف غليل. شوف غليل؟ ده انا شفاف قلت غليلها من حد ظالمها وغيظها قوي، هي بتدعي عليه من قلبها وبتحاسبن عليه قوي وهتتشافها فيه. الله يستر لا يكون جوزها. مش عارفه اقول ايه. لا تعليق. عارفه يا صوفيا شو تقولي؟ لا تعليق. لا تعليق ليه يا صوفيا؟ طيب.